بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف نبدأ في مسيرتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في الواقع لعله أفضل بداية أن نبدأ بالتعرف على رسول الله في أخلاقه مع ربه، ثم بعد ذلك نتعرف على أخلاقه مع عباد الله مع الخلق. كان للنبي خلق عظيم، ومن هذا الخلق العظيم ننطلق. فأول بداية نبدأها مثلا في عبادات النبي، وبالخصوص نبدأ كيف كان يصلي رسول الله لربه، باعتبار أن الصلاة عمود الدين، فهناك أخلاق يراعيها النبي صلى الله عليه وآله، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نحتاج إلى أن نتعرف على تفاصيل عبادة النبي صلى الله عليه وآله كي نقتدي به في هذا الخلق العظيم، حتى ننطلق إلى مساحات أخرى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ هو الأسوة وإذ هو القدوة. ولكن هذه الأسوة، هذه القدوة، لا يمكن أن تأخذ حيزها في نفوسنا إلا إذا تعرفنا عليها، لأننا بمعرفتنا لها سنعشقها كثيرا، سنجد الكمالات العالية التي عليها رسول الله، فسوف نحب أن نتسلق إلى قمم تلك الكمالات. هذا يتوقف على التعرف على رسول الله. كيف أعرف رسول الله؟ هناك كتب متعددة صنفت وألفت في حياة النبي، في تاريخ النبي، في غزوات النبي، في دعوة رسول الله، الحقبة التي كان يدعو الله فيها، ثم بعد ذلك لما هاجر وانتقل إلى المدينة المنورة. ولكن نحن نبدأ من ولادة النبي، ونحن نشرف على أيام ولادته، فإن هناك فترة قبل ولادة النبي لما حملت به أمه، وبعد الولادة وفي يوم الولادة حصلت كرامات متعددة، مع أن الفترة الزمانية ما كانت فترة الدعوة، يعني قبل أن يدعو الناس إلى الله وأن يبعث إلى العباد بأربعين سنة، أيام ولادته إلى مدة أربعين سنة، هذا العمر مملوء بالكرامات والمعاجز. فنحن نحتاج أن نقرأ تاريخ النبي قبل ولادته وفي أثناء ولادته وما بعد ولادته، وهي المرحلة التي تسمى بالإرهاصات. المصادر التي يمكن أن نقرأها كثيرة. نبدأ مثلا بكتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، فهو يعرض شيئا من أخلاق النبي. وفي تاريخه يمكن أن نقرأ في موسوعة النبي الأعظم التي ألفها السيد جعفر المرتضى، وبالمناسبة كانت هذه الأيام أيام رحيله رضوان الله تعالى عليه، ألف موسوعة من 30 مجلد تقريبا في سيرة النبي الأكرم. هذه موسوعة، من أراد أن يقرأ كتابا أقل
كتابا يعني مختصر، فعليه بقراءة كتاب مثلا سيرة المصطفى للسيد معروف الحسني رحمة الله عليه. وهناك تاريخ أيضا كتب جديدا مفيد، وهو موسوعة التاريخ الإسلامي اللي فيها تقريبا مجلدان أو ثلاثة عن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي تعرض لكل التاريخ. هذه مصادر متنوعة غنية، وهناك مصادر أخرى تزخر بها المكتبة الإسلامية يمكن مراجعتها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.